والله حلو كتير يا معلم. طلع على البيت اللي كنت طيب شو صار؟ ما بعرف لا يلعب يحمل الكروس ويطلع. ليه ما كان كروسي؟ اه كنا قاضين عليهم ما عطونا مصاري ضبضبنا ورحنا نزلنا ببلاش لا غير لا نزل كل واحد ياخذ كرسيته معه يعني لا انا اخذت هول من هول كل واحد 100,000 الله يبارك سؤال بس لا الكل طالع بكروسي غطي وجهك لانه ما حاكي شيء لو كذب بكذب والله العظيم عيب اخر شيء واحد قال خذوا كراسي وامشوا خذوا كراسي وامشوا انا عمر عرفوش هلا هيك معلم مهرجان فشل ومتو ولا عم يطلع من امثاله نحن ما عايزينهم لا هن ولا مصرياته ولا عيلته العالم هون كلها طلع ركض ورا العالم عشان 150,000 عم نزلوا لهون عم نزلوا لهون عم خزقوهم ما عطوهم شيء عم العالم سرقوا الكراسي وهربوا